إذن مشاهدينا الكرام، لمتابعة تطورات المشهد في فلسطين بعد خروقات الاحتلال للهدنة. هذه الخروقات تضمنت وتزامنت مع زيارة بلينكن للمنطقة، مع حديث طبعا عن حل دائم لهذه الأزمة. عن كل ذلك نرحب بدن بضيفنا عبر سكايب من بيروت، رئيس قسم الأبحاث والدراسات في مؤسسة القدس الدولية، هشام يعقوب. مرحبا بكم أستاذ هشام. نرحب كذلك عبر سكايب بضيفنا من القدس المحلل والمتخصص في الشأن الإسرائيلي محمد إدريس. حياكم الله أستاذ محمد معنا. نبدأ منك أستاذ هشام، لو سمحتم، في اليوم الثاني إذن والأخير من هذه الهدنة التي مددت، يعني الآن أنظار العالم تترقب تمديدا جديدا لهذه الهدنة، ولكن وسط هذا الترقب هناك خروقات للاحتلال. الاحتلال الآن يقصف وسط غزة ويقصف السواحل عبر بوارجه. ما الرسالة التي يريد إيصالها في هذا الوقت الاحتلال برأيكم بهذه الخروقات؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الاحتلال الإسرائيلي مأزوم، ولذلك يتصرف بهذا التخبط. يعتقد أنه بهذه الأفعال يمكن أن يوصل رسالة باتجاهين. الاتجاه الأول إلى الداخل الإسرائيلي الذي فقد الثقة بهذه القيادة السياسية، وفقد الثقة بقدرات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وكأنه يوصل رسالة إلى الداخل الإسرائيلي بأنه هذا الجيش ما زال قادرا على ممارسة سطوته وقوته ضد أهل غزة، وبإمكانه أن يستخدم هذه القوة متى شاء. والرسالة بالاتجاه الثاني هي للمقاومة الفلسطينية ولأهل غزة، رسالة ترهيب، رسالة تخويف، ومحاولة إخضاع المقاومة الفلسطينية لتتفاوض حول تجديد الهدنة وتمديد الهدنة وقضايا أخرى تتعلق بإنهاء هذه الحرب ومطالب الاحتلال الإسرائيلي، لكن هذه المرة تحت سيف أو تحت ضغط القصف والضرب. ويعتقد بذلك أن المقاومة الفلسطينية يمكن أن تنصاع. في كلتا الحالتين الاحتلال الإسرائيلي يرسل رسائل بالاتجاهات الخاطئة. المجتمع الاستيطاني الإسرائيلي اليوم أكثر تقبلا لفكرة إيقاف الحرب، والمقاومة كذلك الأمر لا يمكن أن تنصاع للاحتلال الإسرائيلي، وهي التي وقفت في وجهه في كل المرحلة الماضية. إذن أعتقد ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي هو استعراض فارغ للقوة، لا قيمة سياسية أو عسكرية له، لا فائدة منه سوى محاولات التلويح التي يظن أنه من خلاله يمكن أن يحقق بعض الأهداف أو بعض الترهيب أو بعض الإطمئنان للداخل الإسرائيلي. لكن أعتقد أنه يعني خطوة تلو خطوة يفشل الاحتلال الإسرائيلي، لأنه لا يمتلك خطة حقيقية، يفقد زمام المبادرة، لا يستطيع أن يواجه المقاومة الفلسطينية التي تنتصر عليه في كل الميادين، في المعركة الإعلامية، في المعركة النفسية، في المعركة العسكرية، وأخيرا في المعركة السياسية من خلال هذه المفاوضات والهدنة والشروط التي فرضتها المقاومة. بل حتى على المستوى الإنساني انتصرت المقاومة من خلال إبراز صورة إنسانية رائعة القيم الإنسانية للمقاومة الفلسطينية. نعم. في مقابل غطرسة الاحتلال الإسرائيلي. من هنا أستاذ محمد إدريس، القيادي في حماس غازي الحمد أكد أن المقاومة تحتاج إلى ضمانات أكثر من أجل الهدنة الطويلة الأمد. ما الضمانات برأيكم التي تريدها المقاومة أيضا في الجانب الآخر وسط خروقات الاحتلال؟ الآن الجانب الأمريكي أيضا يبدو كضامن بصفته ضامنا، إذا أراد هدنة طويلة كيف ترى أداء هذا الضامن الأمريكي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة للضامن الأمريكي بمنظور الفلسطيني هو جزء من المشكلة، هو ليس طرف محايد ليكون الضامن على عنجهية الاحتلال. على مر العصور احنا جربنا الضامن الامريكي في العملية السلمية، ودائما كان منحاز للطرف الاسرائيلي ضد
الطرف الفلسطيني. ففي منظور حماس بناء على تجارب سابقة، بمنظور حماس انه الطرف الامريكي مش ثقة ليكون الضامن الرئيسي. حماس تسعى انه يكون في قوة مثل الصين، مثل روسيا، قوة مؤثرة اللي تلجم إسرائيل في تجاوزاتها وفي عن جهيتها تصرفاتها مع الشعب الفلسطيني. فهذا هو السبب اللي بيخلي حماس ما تقبل إنه يكون الضامن الوحيد اللي هو الطرف الأمريكي. من هنا أستاذ هشام، كيف ترى هذه الرغبة الأمريكية في النجاح في إتمام هدنة طويلة الأمد، ولا سيما نحن نتحدث عن زيارة، كيف تصف هذه الزيارة وما نتائجها لبلينكين الذي زار تل أبيب والضفة الغربية، وهو يسعى فيما يبدو إلى إرساء دعم هذه الهدنة الطويلة ل يعني إطلاق سراح محتجزين لدى المقاومة الفلسطينية؟ الحديث عن الموقف الأمريكي والسلوك الأمريكي في هذه المعركة هو حديث عن صميم العناوين الأساسية في هذه المعركة. الدور الأمريكي دور محوري وأساسي ومركزي، لأن أمريكا عمليا منذ بدايات هذه المعركة هي التي تخوض جانبا كثيرا من هذه المعركة، حتى أنه الكثير من المحللين والسياسيين والمسؤولين الإسرائيليين بل حتى جنرالات الجيش المتقاعدين يتحدثون أنه كفى تدخلا لأمريكا في إدارة هذه المعركة عن الاحتلال الإسرائيلي. لماذا تتدخل أمريكا بهذا الشكل وجاءت بحاملات طائراتها وبالغواصات وبالفرقاطات البحرية وبالجنود وبطائرات الاستطلاع وكل هذه الجهود العسكرية من البداية؟ لماذا هذه الجهود السياسية والجولات المكوكية لوزير الخارجية ورئيس وكالة المخابرات المركزية وبايدن نفسه الرئيس الأمريكي جاء إلى المنطقة والمسؤولين الأمريكيين؟ لماذا كل هذا الاهتمام الأمريكي؟ لماذا هذه الموازنات الضخمة؟ كل هذه الأسئلة الكبيرة يمكن أن تلخص بإجابة واحدة: أمريكا تشعر اليوم أن القاعدة العسكرية المتقدمة لها في هذه المنطقة المتمثلة بالاحتلال الإسرائيلي، هذه القاعدة العسكرية التي تحقق مصالح أمريكا الاستعمارية في ظل انسحاب أمريكا شيئا فشيئا منذ عهد أوباما إلى اليوم، هذه القاعدة العسكرية اليوم أصيبت بمقتل من المقاومة الفلسطينية. هذه القاعدة العسكرية التي كان يعول عليها لتشكل تكاملا اقتصاديا وعسكريا وأمنيا وسياسيا من خلال التطبيع مع عدد من الأنظمة العربية في سبيل دمج هذا الكيان الغاصب في هذه المنطقة، هذا الكيان اليوم لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، فكيف يمكن أن يدافع عن أنظمة تعتقد أن التحالف مع هذا الكيان يحقق لها تكاملا أمنيا وعسكريا وتكنولوجيا واقتصاديا وما إلى ذلك من أمور ضمن مشروع كبير مطروح في المنطقة منذ سنوات، وهو مشروع إذابة هذا الكيان في منطقتنا في مقابل تشكيل تحالف بين هذا الكيان وبعض الأنظمة التي تشعر أنها بحاجة إلى ظهير في وجه إيران، ظهير في وجه تيار الإسلام السياسي وهكذا، بل ظهير في وجه شعوب هذه المنطقة. إذن أعتقد أن أمريكا اليوم تتدخل بهذا الشكل لأنه تعتقد أن الاحتلال الإسرائيلي فشل في إدارة المعركة العسكرية والمعركة السياسية، بل فقد توازنه بسبب الضربة الأولى القاسمة للمقاومة الفلسطينية، فكان لابد من تدخل أمريكي. وأعتقد أن أمريكا معنية اليوم بإنهاء صفحة هذه المعركة، لكنها تريد أن تحصل أكبر مكاسب ممكنة للاحتلال الإسرائيلي. في ظل هذا التدخل الأمريكي أستاذ محمد إدريس، أيضا يتداول في بعض الأوساط العربية وفي المنطقة الحديث عن خريطة طريق أمريكية لهذه الأزمة
يعني نسخة معدلة من ما يسمى حل الدولتين كما تعلم، وتتضمن خريطة طريق هذه انتخابات تشريعية فلسطينية الهدف منها هو إشراك حماس أيضا في هذه الانتخابات ضمن الشروط طبعا، وأن تشكل حكومة ومجلس تشريعي. هل تعتقد أن هذا ممكن بعد هذه المعركة وبعد انتهائها وبعد هذه الهدنة، ربما تتحقق هدنة طويلة الأمد، وهل هذا ما يرمي إليه نتنياهو؟ الخطة اللي تم حياكتها في أروقة المخابرات الأمريكية وطرحت بأنها تكون هذه الخطة العربية لتسوية القضية الفلسطينية. أول بند في الخطة هاي الاستغناء عن نتنياهو وحكومة المتطرفة، وهذا الشيء نتنياهو بدهائه ما بيسمح بأنه يتنازل عن الحكم، وخاصة في هذه الأيام. هذه الأيام شعبيته حسب استطلاعات الرأي في الحضيض، وإذا وفيما لو جرت انتخابات حتى مارس كيف انذكرت في الخطة اللي أحيكت في أروقة المخابرات الأمريكية، فنتنياهو متأكد بأنه سوف يخسر الانتخابات. وقبل الحرب، يعني قبل 7 أكتوبر، كان في مطالبات لنتنياهو بأنه يتنحى عن الحكم، وبسبب القضايا اللي ارتفعت ضده من قضايا الفساد، فحاول بأنه يدخل إسرائيل في مشاكل اللي يكون في إلهاء للمجتمع الإسرائيلي اللي يتنازلوا عن المطلب هذا. فحسب ما نحن يعني حسب ما احنا شايفين هذه الأيام، ف يعني عداك عن ان الخطه بتقضي الاستغناء عن رجال السلطه اللي بحكموا اليوم، وهذا الشيء ما بتوافق عليه لا نتنياهو وحكومته المتطرفه اللي بحكموا اليوم، ولا رجال السلطه اللي بحكموا اليوم في مناطق السلطه الفلسطينيه. فانا بستبعد بان الخطه هذه ينكتب لها النجاح. ماذا عن رايك استاذ هشام، هل يمكن تمرير ما تسمى خريطه الحل الامريكيه المحتمله، هل يمكن تمريرها ايضا من خلال السلطه الفلسطينيه القائمه الان، وكذلك بالاتفاق مع يعني قيادة الكيان المحتل الآن الجانحة إلى مزيد من العنف؟ نعم، النقطة الأولى أريد أن أؤكد أنه أمريكا معنية بإنهاء الحرب اليوم، وإن كانت تتحدث في الإعلام وفي العلن أحيانا بغير ذلك، لكن اللهجة الأمريكية في اليومين الماضيين تغيرت باتجاه محاولات إنهاء الحرب. لماذا؟ لأنه الاحتلال الإسرائيلي في نزيف حقيقي من الخسارة، لكن في المقابل لا توجد هناك رؤية واضحة لا عند أمريكا ولا عند غيرها حول اليوم التالي لإنهاء الحرب، ماذا بعد؟ وهم لا يريدون أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل 7 أكتوبر، بمعنى بقاء حماس تدير شؤون قطاع غزة وتعظم من قوتها ومن مقاومتها، وكذلك بقية الفصائل الفلسطينية. هم يريدون إدارة معينة لقطاع غزة، أحيانا يطرحون السلطة الفلسطينية، لكن السلطة الفلسطينية رغم كل ما قدمته من تنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي ليست محل ثقة عند مكونات هذه الحكومة المتطرفة أو حتى عند المسؤولين الإسرائيليين إجمالا، وربما عند الإدارة الأمريكية نوعا ما. رغم كل ما قدمته يتهمونها أنها تحرض على الإرهاب وتقدم الرواتب لأهالي الأسرى والشهداء، ويصفون هؤلاء بأنهم إرهابيون. طيب، فكروا بمسألة تكنوقراط أو شخصيات مدنية تدير شؤون قطاع غزة، هذا تفكير حالم غير منطقي لا يمكن أن يطبق. فكروا بفكرة الأمم المتحدة أو قوات حفظ سلام دولية أو ربما قوات عربية، هناك طروحات عديدة، أولا تدل هناك تخبط، وغالبية هذه الطروحات غير منطقية ولن
تحصل ولن تتم، لكن ما أريد أن أقوله هو التحذير والحذر الشديد من كل الطروحات الأمريكية وغير الأمريكية التي تطرح اليوم، حتى وإن كان الحديث عن انتخابات تشريعية تشارك فيها حركة حماس. أنا أعتقد أن الأمريكي ينصب فخا للمقاومة الفلسطينية كما فعل ذلك في أكثر من بلد عربي وإسلامي في أيام الثورات العربية تحت عنوان تشجيع الديمقراطية وما شابه، ثم تبين بعد ذلك أنه أمريكا تنصب الأفخاخ للقوى الصاعدة الشعبية والجماهيرية في منطقتنا. أعتقد أنه الأمريكي يريد أن يورط حركة حماس، يريد أن يورط المقاومة الفلسطينية من خلال إلقاء غزة جثة هامدة من البيوت المدمرة، من المأساة الإنسانية، ثم يقول حماس أنتم الآن الحكومة، أنتم الآن الحكم، تفضلوا كيف ستتعاملون مع هذه الكارثة التي ورثتموها. فلننظر ماذا فعل الأمريكي بأفغانستان. صحيح الأمريكي خرج من أفغانستان وتلقى صفعة، لكن بالمقابل ترك أفغانستان بلدا يحتاج إلى عشرات السنوات لينهض. هكذا فعل كذلك الأمر في العراق من خلال تدمير الجيش العراقي وتدمير البنى التحتية العراقية، وبالتالي أورثنا نظاما سياسيا إلى اليوم مأزوم في العراق. أعتقد أن المقاومة الفلسطينية يجب أن تتنبه لهذه الطروحات الأمريكية، وأعتقد أنها متنبهة لذلك إن شاء الله. إذن أستاذ محمد إدريس، كما تفضل أستاذ هشام في الحديث عن ترتيبات ما بعد الحرب أو هذه الأزمة إن انتهت، يعني من ضمن هذه الأفكار أيضا طرح وجود قوات حفظ السلام. برأيكم هل هذا ممكن؟ هل ستقبل به المقاومة أيضا ضمن الطروحات الآن؟ قوات حفظ السلام، فكرة قوات حفظ السلام رفضت من أول يوم انطرحت فيه هذه الفكرة من طرف حماس، من طرف المقاومة. فبمنظور المقاومة قوات حفظ السلام هي الذراع بإيد إسرائيل، يعني بدأ يعني لتكون يد إسرائيل وعين إسرائيل في قطاع غزة، وهذا الشيء المقاومة متيقظة له ورفضته من أول يوم انطرح فيه. أنا أستبعد أنه المقاومة تقبل في قوات حفظ السلام على أراضي قطاع غزة. نعم، إذن عبر سكايب من القدس المحلل والمتخصص في الشأن الإسرائيلي محمد إدريس، شكرا جزيلا لك. وكذلك أشكر عبر سكايب من بيروت رئيس قسم الأبحاث والدراسات في مؤسسة القدس الدولية هشام يعقوب، شكرا جزيلا.